عرفني بس. انا محمد هشام محمد الناب، طالب بجامعه القاهره الجديده للتكنولوجيه، الفرقه الثالثه قسم ميكاترونكس. احنا عملنا في مشروع التخرج بتاعنا كلين روبوت هوم، تمام، دوت خلانا نقدم في الاي اس اف اللي هو انوفيتيف سبورت فاند. ده ايه؟ عباره عن صندوق رعايه المبتكرين والنوابغ، تمام. دعمونا بمبلغ مالي عشان خاطر نعمل المشروع الكلين روبوت كور اللي هو مرحله التطوير بتاعت الكلين روبوت هوم، بحيث ان احنا نستهدف منه الكومباوندات والمستشفيات والمولات، تمام. احنا عملنا يعتبر اول مشروع في الشرق الاوسط بينظف داخل مولات ومستشفيات والكومباوندات، بحيث ان هو بيشتغل لوحده، بالاضافه لان هو في ثلاثه ميكانيزم الكانسو يمسح، وزائد الثالثه اللي هي عمليه الريسايكلينج اللي هي بتخلي في عائد مادي لصاحب البيزنس نفسه، تمام. بحيث ان هو بعد ما تقوم عمليه التدوير بياخد المخلفات اللي هتعمل لها، سواء من زجاج او ازاز او ورق او معادن، زجاج او معادن وورق. نشيل قد ايه مخلفات؟ نشيل قد ايه مخلفات؟ هو الصندوق مساحته حوالي ارتفاع 30 سم في 20، ممكن نشيل مع حضرتك لحد مثلا من رينج من 3 كيلو ل 4 كيلو مخلفات، تمام. ده عشان خاطر بس المشروع حجمه صغير، لكن لسه لما نيجي نعمل مرحله التطوير بتاعتنا في المشروع الثالث هنقدر نكبر الحجم اوريدي كده. واحنا كمان عاملين دوت بالحجم ده لان كان بروتوكول، تمام. المخلفات دي ممكن تستخدموها ازاي؟ يستخدموها في عاده التدوير، يعني نستهدف بيها المصانع بتاعت عاده التدوير، بحيث ان احنا اوريدي بنقدم لهم خامه جاهزه ان هم يعيدوا تصنيعها، بحيث درجات الخامه وانواعها وكده، يعني هي بتتحط على الفرز وتمام بعد كده. يعني انت هنا وفرت عمل للروبوت تنظيف، في نفس الوقت استهدفت منه فلوس، جبت منه فلوس، تمام. ايوه هو بالظبط كده، هو ان انا عائد مادي، بخلاف ان انا كمان في البيزنس موديل بتاعي كشركه او كمول او كاي حاجه هو شغال فيها، انا بيبقى في زي ايه توفير للعمال اصلا، لان اوريدي العامل زي ما يعني من اول ما بيخش الشركه مجهوده مش زي ما هو خارج، فانا بالتالي حطيت له روبوت بحيث ان هو يشتغل بنفس الكفاءه من البدايه للنهايه، وهو بيشتغل يشوف بيحس المكان من السنسور، بالسنسور بتاعه يشوف المكان محتاج تنظيف ولا لا، وهو بيعمل سكان للمكان، تمام. بحس ان هو اصلا يعني بيكون اوريدي هو سرعه وتوفير في الوقت وتوفير في المجهود، تمام، واقل تكلفه، يوفر حاجات كتير جدا على زائد العائد المادي اللي قلت لحضرتك عليه في الاول، تمام.